فأقول لا أدري. ده اسمه محمد. مش عارف ازاي مش عارف انت مش مسلم؟ اصلا انا ما كانش ربنا في اولوياتي. اصلا ما كنتش عايش عشان ربنا. انا كنت عايشة ازاي الشباب يلاقوني حلوة، وازاي قدام بناتي، قدام البنات اللي زي اتمنظر ان انا كذا. انا كنت عايشة بصراحة ما فيش في دماغي ان ابني يكبر، ولا بقى ربنا ولا دين ولا عبادة. يعني ساعات بصلي كده، انا ما كانش في دماغي ربنا. انا ما كانش ربنا في اولوياتي. انا عشت العشرين سنة اللي عشتهم والخمسين سنة اللي عشتهم، ما كانش واضح في ذهني انا عايزة ايه من الدنيا. انا ربنا ما كانش غالي عليا. من ربك؟ لا ادري. ما دينك؟ لا ادري. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوا. كان لما يتقال صلوا على محمد او عليه الصلاة والسلام او كلام. من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا ادري لا ادري لا ادري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزلانه، بعد ما ينزلانه في قبره، فينادي مناد من قبل الله ان كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فيأتيه من صديدها وريحها وزقومها. حاجة سيئة جدا. ثم يأتيه رجل خبيث الوجه نتن الرائحة فيقول له العبد من انت فوجهك الوجه لا يأتي بالخير، فيقول انا عملك السيء انا عملك السيء، فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. تحب تكون انه فيهم؟ يعني تحس ان الحديث ده اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ادي الاثنين قدام عينيك، عايز تكون من عايز تكون انه؟ يا اخوانا زي ما هتطلب هيحصل، انت بتختار من دلوقتي. اعرفوا الكلمة دي، قلبك هو قبرك. يعني ايه قلبك هو قبرك؟ مش فاهم. لو قلبك مطمئن هيبقى قبرك مطمئن، لو قلبك زايغ هتتبهدل في قبرك. لو قلبك موصول بربنا منور هيبقى قبرك منور.